مع الحدث. طبعا منذ بداية الساعة الأولى للبرنامج اليوم ومنذ بداية الصباح ونحن يعني بعثنا يعني التهنئة للهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس. ينضم لنا في هذه الدقائق النقيب حفص بن راشد الرواحي ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف بدار سيد. نقيب حفص، أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا اخت سهى. اول شيء طبعا نبارك لكم ونقول هنيئا لكم يومكم، وانتم بالفعل تقدمون الكثير من الجهود في مجال الدفاع المدني والاسعاف. شكرا اخت سهى ولجميع المستمعين في اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الاول من مارس، وكل عام ومنتسبي الهيئه العامه للدفاع المدني والاسعاف خاصه بخير وعافيه والعالم بشكل عام ان شاء الله باذن الله. سننطلق نقيب من الشعار، شعار هذا العام الدفاع المدني والحد من مخاطر الكوارث ضمن التنميه المستدامه. بالفعل شعار هذا العام ياتي حول الدفاع المدني والحد من مخاطر الكوارث لضمان التنميه المستدامه، والحيث جاء شعار في عملية الربط بين التنمية المستدامة والحد من المخاطر، الذي يعتبر اللي هو دليل في أهمية والدور الذي تلعبه الجهاز الدفاع المدني في حماية الأرواح وكذلك الممتلكات، كذلك تحقيق السلامة والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية أيضا والصناعية والتقليل من آثارها. وهذا يدل على مدى أهمية تطبيق التدابير ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني بشكل عام. نعم، إذن يعني كل هذه الأسباب لذلك وضع هذا العنوان. كيف نحتفي هنا في السلطنة باليوم العالمي للدفاع المدني نقيب؟ طبعا الاحتفاليات في السلطنة والتي متمثلة بالهيئة العامة للدفاع المدني، هناك العديد من الاحتفاليات التي تقام على مستوى السلطنة بشكل عام. ربما من أهم الفعاليات تقام في معرض للمركبات والمعدات والآليات الهيئة العامة للدفاع المدني في مسقط، وبالتحديد في المواقف الخارجية للسيتي سنتر، بالإضافة إلى معرض طوعة وبداخل المعرض بداخل المركز سيتي سنتر السيب وكذلك مسقط جراند مول لمدة 3 أيام. أيضا هناك العديد من الفعاليات المقامة في محافظات مثل البريمي، والذي يقام في حديقة البريمي العامة في 5 مارس. أيضا شمال الشرقية يقام أيضا معرض توعوي وتمارين وهمية، أيضا معدات في نادي الاتفاق، كذلك جنوب الشرقية ومسندم في مبنى الإدارة، أيضا في شمال الشرق في شمال الباطنة يقام في جامعة الصحار، ظفار يقام في قاعة المديرية العامة للتراث والثقافة، في مستشفى نزوة المرجعي وكلية العلوم التطبيقية بروستا. نعم. بالإضافة إلى عملية الزيارات المستمرة إلى جميع المدارس والجهات الحكومية من خلال التعريف باليوم العالمي والشعار بشكل عام، وأيضا عمل تمارين بشكل مستمر في هذه المدارس. نعم، يعني اليوم العالمي للدفاع المدني هو فرصة نقيب أنه نقول لكم شكرا وأن نقترب أكثر من هذا القطاع المهم جدا، وهو طبعا يعتبر يعني أحد الركائز التنموية في السلطنة، فبالتالي نقترب من التحديات والجهود الكبيرة التي تبذل في مجال الدفاع المدني والإسعاف. إذا قلنا يعني التحديات، ما هي التحديات الكبيرة؟ طبعا التحديات كثيرة في على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي. التطور الصناعي المتزايد التي تشهد السلطنة في الجانب الصناعي والجانب التجاري، أيضا الزيادة السكانية المضطردة والمباني السكنية بشكل كبير، أيضا المشاريع العملاقة القادمة إليها السلطنة بشكل كبير، هي تعتبر تحدي كبير بالنسبة للهيئة، والهي تعمل بشكل مستمر. إذا عملية التطور الصناعي بشكل مستمر يواكبها عملية التطور في أجهزة ومعدات وأيضا التدريب بشكل عام في رجل الدفاع المدني لمحاولة الحفاظ على الهوية والحد من المخاطر بشكل كبير. نعم، إلى أي درجة عموما يعني الناس نحن يعني قريبين من تخصصات الهيئة العامة للدفاع المدني نقيب؟
والله بالنسبة للدفاع المدني بشكل عام المجتمع بدأ التقارب بشكل كبير حول موضوع الدفاع المدني من خلال وجود فرق في أغلب المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة أو حتى المصانع كمستجيب أول في حالة حدوث بعض الحرائق، وهذا الشيء بشكل كبير ساعد يعني الهيئة بشكل كبير في التصدي للكثير من الحوادث. أيضا الوعي المتزايد لدى أفراد المجتمع بوجود بعض أدوات السلامة والتأكد منها سواء في المجمعات التجارية أثناء زيارات التسوق أو حتى المنازل، لأن نجد الناس بشكل كبير أصبح لديهم الوعي الكبير من خلال وجود مطفأة حريق، من خلال وجود بطانية، أيضا تدريبها على أبناء المجتمع أفرادهم أبنائهم أطفالهم على كيفية استخدام هذه الوسائل. نعم، هذا أيضا سيخفف من المخاطرة التي من الممكن أن يقع فيها رجل الدفاع المدني. بالفعل، وهذا ما لمسناه من خلال الإحصائية السنوية اللي هي من خلال الإحصائية في 2013 على 2014 في انخفاض بشكل ولو بسيط، لكن هذا يعتبر هذا الانخفاض هو يعني بادرة جدا جميلة ودليل على أن جهود التوعية والوعي المجتمعي بدأ يزيد. فنلاحظ مثلا نسبة الحرائق في 2013 وصلت 3768، فلاحظنا انخفاض في 3335 وهو مجر في جميع الحالات سواء الإنقاذ المائي أو الإنقاذ البري. خلال الأمطار الأخيرة لم نشاهد أي حالات مجازفة، دليل كبير على أن المجتمع بدأ عملية الوعي في ازدياد وبدأ في عملية التعامل مع الدفاع المدني بشكل مختلف. رائع. إذن يعني كل هذه الممارسات وهذه التوعية من الممكن بالفعل أن تخفف كثيرا من حدة الضغط عليكم في مثل هذه الأحداث، وكذلك يعني عدم تعرضكم للمخاطر، وأيضا يعني التوفير يعني في هذا الجهد والمال. عملية تنقل هذه الأجهزة هو ليس بالشيء السهل، يعني نتكلم عن أجهزة دفاع مدني بأطوال معينة وبأحجام معينة كذلك. بالفعل، يعني حتى في الجانب البشري في الجانب المعدات أيضا استهلاك للموارد، لأن هذه الموارد هي محسوبة على المجتمع بشكل عام، كل ما زادت الحرائق معناته زادت الموارد المستخدمة في عملية المكافحة، في حال لو زاد عملية الوقاية وعملية الاستعداد وأيضا تدريب المجتمع بشكل عام في من ناحية أنه يكون هو المستجيب الأول في كثير من الحرائق، راح نوفر هذه الموارد وراح تتجه وتضخ في جوانب أخرى تهم المجتمع بشكل أخر. نعم، إذن نتمنى بالفعل لكم احتفاء إن شاء الله موفق اليوم، ونقول شكرا لكل الجهود التي تبذلونها. نؤكد فقط على معلومة أنه كلما ازداد الوعي، يعني أنت ضربت مثال نقيب أنه في الأمطار الأخيرة لم تشهدوا حالات مثلا تجاوزات أو حالات فيها بالفعل مجازفات، فبالتالي نقول لكل من يستمع لنا أنه هذا أيضا يجب أن يكون من واجبنا، أن احنا نتعامل بوعي مع كافة الأحداث سواء كانت أمطار حرائق أيا كانت يعني هذه الأحداث. أكيد، بالفعل، ودائما نتمنى بما أن المجتمع أفراد المجتمع هم المستجيب الأول في أي حالات حريق سواء حرائق أو أمطار أو كذا أو أي آخر أو أي آخر أخرى من بعض الحوادث، دائما نتمنى لهم أنهم يكونوا متعاونين بشكل كبير بما يساعد لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك. نعم، بإذن الله. ومنذ بداية أيضا البرنامج وهناك الكثير من التهاني والتحيات يعني منقولة لكم من قبل شباب أصدقاء متابعين صباح الشباب على المغردين، وكذلك اللي يبعثوا رسائل نصية قصيرة كلها كذلك تشارككم وتقول شكرا لكل الجهود التي تبذلونها. شكرا لكم. شكرا للجميع، وأنا أعتقد أن هذه الجهود ما هي جهود الهيئة العامة للدفاع المدني، إنما هي جهود تعاونية بجميع أفراد المجتمع من خلال التبليغ الصحيح وإيصال المعلومة عن موقع البلاغ، أيضا من خلال توفير بعض الإمكانيات اللي هي تساعد في عملية الانتهاء من جميع البلاغات، أيضا التعامل الأولي مع البلاغات المختلفة. كل ذلك نعمل في بوتقة واحدة من أجل الرقي بهذا الوطن العزيز. إن شاء الله، بإذن الله. شكرا لك النقيب حفص بن راشد الرواحي، ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف دار سيت. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وشكر موصول لكل أفراد الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وكل عام والجميع بخير. كل عام وأنتم بخير. الأول من مارس اليوم العالمي للدفاع المدني.